كلام الله نما فينا بنهضة روح ومعينا، صبت في القلب لتسقينا، تزدنا هديا ويقينا. إلى الهضاب العليا ولاية سطيف في عدد جديد من برنامج رحلة خاتم. نرتحل بكم إلى بلدية بوطالب لنزور عائلة حاجي التي أكرمها الله بخاتمين لكتاب الله، الطبيب سلسبيل وشقيقها محمد مؤيد. معكم أختكم في الله سلسبيل حاجي، بلدية بوطالب، ولاية سطيف، طبيبة داخلية بالمستشفى الجامعي لذات الولاية وخاتمة لكتاب الله بمؤسسة النهضة بالقرآن الكريم. معكم الطالب حاجي محمد مؤيد من بلدية بوطالب ولاية سطيف، خاتم لكتاب الله. بدأت رحلتي في حفظ كتاب الله منذ الصغر. في البداية بدأت الوالدين الكريمين كانا حريصين على تلقيني كلام الله، فالوالد كان الحزبين الأولين كان يلقنني في البيت وكان يشتري لي الألواح ويكتب لي الألواح. بعدها انتقلت إلى مسجد الحي، مسجد حمزة بن عبد المطلب، وتتلمذت على يدي شيخي الكريمين شيخ فاتح بن دادة وسيدي عبد الله معاوي رحمه الله تعالى، وجعل كل حرف علمني إياه في ميزان حسناته وضياء له في قبره ورفعة في درجاته يوم القيامة. تتلمذت على يديهما منذ السنة الخامسة ابتدائي. بدأت أحفظ في المسجد، حفظت يعني مقدار حتى 30 حزب. كانت طيلة فترة تعلمي في المتوسط حتى الثانوي، من بداية الابتدائي من الخامسة ابتدائي حتى غاية الثانوي كنت أحفظ على يدي شيخي كما ذكرت. رحلتي مع القرآن بدأت في البيت، كان دائما أبي يلقنني الآيات الأولى من كتاب الله، وكذا أمي لقنني أكثر من حزبين أو أكثر. ثم انتقلت إلى مسجد بالجوار مع أختي وأخي، تعلمت هناك أيضا بالتلقين على يد الشيخ فاتح بن دادة والشيخ عبد الله معاوي رحمه الله. حفظت ما يقارب 3 أحزاب، ثم قطعته مدة طويلة ما يقارب 4 سنوات، ثم انتقلت إلى مسجد آخر بالجوار، راجعت في حزبي اللذان حفظتهما، ثم أكملت حزبا آخر. سلسبيل بدأت قصتها مع كتاب الله وهي في عمر الزهور مع والديها، والتحقت بالمدرسة القرآنية للحي. ومع مرور السنين وزخم الحياة الدنيوية لم تتوفق في الرفع من مقدورها في الحفظ، لكنها أعادت بعث مشوارها القرآني بمجرد دخولها الجامعة. اتخذت من مصلى الجامعة، من مصلى الإقامة الجامعية ومن غرفتي يعني محرابا لي، كنت مداومة على الحفظ، جعلت لي مقدار من الحفظ ثابتا. كنت يوميا بعدما يعني كانت الدراسة يعني في كلية الطب صعبة نوعا ما، لكني كنت محافظة على الورد اليومي. كنت بعد يعني الرجوع من الجامعة مباشرة إلى الغرفة الجامعية أو إلى مصلى الإقامة، كنت يعني محافظة على ورد يومي صفحة كل يوم. أما محمد مؤيد فإن رحلته في الحفظ كانت قصيرة مقارنة بشقيقته، حيث منذ الصغر كان والداه يلقنانه أبجديات الحفظ. في مسجد العتيق ببلدية بوطالب انتقلت إلى هناك وحفظت أكثر من 50 حزبا. ثم شاركت أختي في إحدى مخيمات النهضة وقد أعجبت بها، فشاركت فيها في مخيمين، مخيم رمضاني ومخيم صيفي، حفظت فيهما أكملت فيهما قرآني الكريم. ختمت سلسبيل وشقيقها بمخيمات النهضة بالقرآن الكريم بعدما التحق بحلقات الحفظ، وكانت طريقة الحفظ المكثف السبيل الأنجع في تتويجهما خاتمين لكتاب الله. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أحبك الرحمن واصطفاك بالفرقان. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن. قلنا أن الطالب لما يختم القرآن لحظات الختم يعني لحظات سعادة وفرح وبهجة للطالب، حيث يرى نتيجة عمله ونتيجة اجتهاده ومثابرته وسعيه قد تحققت، فهو يفرح فرحا عظيما بحمله للقرآن الكريم وبختمه للقرآن. وكذلك بالنسبة للشيخ والمعلم فإنه يفرح فرحا عظيما لأنه كان سببا في تحفيظ هذا البنت أو هذا الابن القرآن الكريم. فضل القرآن الكريم كان كبيرا على عائلة حاج المحافظة، وروت لنا سلسبيل بتأثر كبير كيف ساندها في أصعب ظروف حياتها. أيضاً خلال مرض الوالدة أول مرة كان لما عرفنا بالمرض، يعني كنت أنا الأول واحدة الأولى اللي عرفت بالمرض تاع الوالدة بعد ما أخذتها يعني للطبيبة وخرجوا التحاليل تاع الراديو. وبعد كنت وحدي أنا شغل أردت أن يعني أقرأ النتائج والتحاليل لوحدي، فكنت وحدي في المستشفى ويعني قريت النتيجة وتأكدت بمرض الوالدة يعني. فالحمد لله فذيك الفترة عقبنا يعني كنت وحدي يعني ما خبرتش، ما حبيت نخبر حتى واحد فترة هكذا. وبعد خبرت الوالد وبعدها بقينا على سر حتى لحق وقت العلاج الكيماوي. فنتذكر مرة قول الطبيبة قالت لي سلسبيل يعني شيلي راكي تمري بيه، نظن أنه لو كانت تروحي لطبيبة نفسانية أفضل لأنه راكي تمري بمراحل صعبة جدا. فقلت لها أنا ما نحتاج طبيبة نفسانية، الحمد لله يعني غذاءنا الروحي راهو نستمده من القرآن الكريم. لو كان ماشي هرعت القرآن تلك الليلة، أتذكر أني هرعت نجري القرآن، حضنت المصحف تاعي وبيت نصلي ونقرأ في القرآن. كنت نقول لهم لولا القرآن الكريم لكنت يعني في مستشفى المجانين. الوالدة أيضا في مرحلة العلاج الكيماوي أيضا كنت نقرأ عليها القرآن، كانت ديما تقولي أرواحي قراي عندي القرآن. الجدة رحمها الله أيضا في أيامها الأخيرة كنت نتذكر أنه كانت يعني في غيبوبة وأنا كنت نجلس أمامها وكنت نبدأ نقرأ عليها القرآن وهي يعني تمسك على يدي بشدة تاع أكملي يعني واصلي راني مرتاحة جدا بتلاوتك للقرآن الكريم. فسبحان الله يعني القرآن الكريم كان له أثر عظيم في حياتنا، كان هو السند والفتوحات. وأيضا بعدها سبحان الله من كرامات القرآن ومعجزاته التي رأيناها الحمد لله بعدها شفات الوالدة والحمد لله. وأيضا فتح علينا ربي يعني وأكرمنا بزيارات لبيته الكريم ولله الحمد والمنة. بالقرآن تغير منهاج حياتي، أصبحت حياتي عبارة عن لذة بعد لذة. والقرآن دائما سند لك في الدراسة أو حتى في حياتك اليومية في الشارع
أو في أي مكان كان، فهو يسهل عليك كل شيء في هذه الحياة. من الله على سلسبيل وشقيقها بزيارة البقاع المقدسة، وكاميرا برنامج رحلة خاتم رافقتهما في زيارتهما إلى أطهر بقاع الأرض. تبقى أرقى أمل للعالمين غربا شرقا يا كنز التائهين، فالزم تلقى آلاف السامعين، للكون أنت النور يا حامل القرآن، من كل بقاع الدنيا جئنا من كل مكان، نرفع رايات عليا تخفق باسم القرآن، هيا بنا عزما سعيا يا أحباب الرحمن، ننشر في الكون النور نعلي راية الإيمان. أردت أن يكون أولادي أسياد في هذه الحياة الدنيا بالقرآن الكريم. البنت تحصلت على شهادة البكالوريا والحمد لله بمعدل ممتاز، واختارت الطب اللي هو أفضل المهن، ولم أفرح بذلك كما فرحت عند ختمها لكتاب الله سبحانه وتعالى. ابني في المتوسطة يحصل على أحسن المعدلات، ولكن والله دائما أقول له أن فرحتي الكبرى هو عند ختمك لكتاب الله عز وجل. سلسبيل وشقيقها نعمة التربية والنشأ الصالح، ونقول لكما هنيئاً رضا الوالدين، وهنيئاً لوالديكما تاج الوقار يوم القيامة. راتع بشر وسكينة مدت لنا حبلا متينا، سقتنا لطفا ولينا، ألا نهضتنا فاجمعينا.